حات يدخل بقوة حسام غالي، تمريرة بينية في منطقة الخطورة، هذه عملنا طلعت وجول محمد طلعت وجول للنادي الأهلي وسط غفلة دفاعية. محمد طلعت يعلن عن نفسه بقوة في هذه اللحظات ويسجل هدف النادي الأهلي وسط ضغط أهلاوي ووسط غفلة دفاعية، وليس هناك عمق دفاعي في هذه النقطة. نزول محمد ناجي جدو يفتح الأبواب المغلقة ويعطي النادي الأهلي تفوق مستحق في الشوط الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد طلعت. هذه أمامنا محمد طلعت في هذه اللحظات وفي هذه اللقطة، لاعب اللي أكد الحقيقة يعني جدارته بهذا المكان. شوف حضراتكم الكورة، شوف السرعة، شوف الكثافة الهجومية اللي ما كانتش موجودة، يهرب من الرقابة، يهرب أمامنا، لكن هي بدأت أمامنا من وائل جمعة يلعبها أمامنا. صراع كبير بين معتصم سالم الذي كان على أعتاب وأبواب النادي الأهلي، ولكن أمامنا الكرة تصل إلى لاعب يملك موهبة هو اللاعب محمد طلعت في هذه اللقطة ليعلن عن تفوق الأهلي في الدقيقة 58 الدقيقة 13 من الشوط الثاني. هدف تفضل أحمد سمير فرج يلعب على القائم الأول، يلعب حلوة وجول التعادل. لسه بقول لحضراتكم الإسماعيلي يبحث عن التعادل، وبالتخصص محمد محسن أبو جريشة بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل للنادي الإسماعيلي في ركلة ركنية لعبت من أحمد سمير فرج واتلعبت رأسية للخلف لمحمد محسن أبو جريشة اللي ينجح في إحراز التعادل في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي يستغل الارتباك اللي حدث في نادي الاهلي، بقول لحضراتكم نتيجه التبديلات الاضطراريه وظروف عكسيه مع النادي الاهلي، لعبت حلوه قوي على القائم الاول يلمسها نادي الاسماعيلي تصل الى اللاعب محمد محسن ابو جريشه. ادي امامنا الكره الراسيه اتقلبت حلوه قوي الحقيقه للخلف، وادي محمد محسن ابو جريشه يعلن عن نفسه، ادي احمد سمير فرج، وادي امامنا كره راسيه محمد حمص يلعبها حلوه قوي. وشوف حضراتكم بقى اثنين رايحين على الكوره، محمد محسن ابو جريشه ومعتصم سالم، ومحمد محسن ابو جريشه يرد على كل من تحدث عنه قبل اللقاء انه لا يمتلك التركيز، لا يملك القدره على التهديف، عشان كده فضل عليه مارك فوتا اللاعب جودوين. وادي امامنا بقى اجاده سالم ويعني دار عليها همسات كثيره في المدرجات، وادي فرصه وجول، فرصه وجول وائل جمعه. وائل جمعه في هذه اللحظات هو منقذ النادي الاهلي، هو هداف في هذه اللحظه ويعلن عن هدف الثلاث نقاط، هدف الفوز للنادي الاهلي. وائل جمعه امامنا في هذه اللحظات سجل في نهايه 2008 امام القطن الكاميروني هنا باجاده كبيره من وائل جمعه الذي يتحلى في هذه اللحظات بقى بصفات المهاجمين، بمهاره، بعقلانيه، باجاده كبيره ملعوبه حلوه الكره الماضيه. ادي امامنا تدخل من احمد حسن ومطالبه هنا في هذه اللقطه من لاعبي الاسماعيلي بدفعه من احمد حسن، لكن تذهب الى وائل جمعه اللي يعني يسجل في هذه اللحظات. ادي امامنا الاعاده، وادي التدخل قوي من احمد حسن، ولكن وائل جمعه يستغل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه المهاره والضربه راسيه قاتله، ضربه راسيه قاتله من وائل جمعه في هذه اللحظه الذي يعلن عن نفسه ويعلن عن ثلاث نقاط وفوز غالي وفوز هام جدا للنادي الاهلي في وقت كان الجميع ينتظر انتهاء اللقاء بالتعادل وحصول الاسماعيلي على نقطه هنا في استاد القاهره